الرحيم. أعزائي، في إطار ما سبق أن تناولناه بشأن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وذلك في إطار القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 53 لسنة 66، والذي أكد على عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وذلك استكمالا لما ذكرناه في حلقتنا السابقة، راجعوها، وكانت بعنوان جريمة الزراعية وجريمة التبوية. ونلتقي اليوم إن شاء الله في حلقة جديدة في جريمة التجريف، وذلك وفق ما ورد في حظر المادة 150 من القانون، والتي تنص على أنه يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. في هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري، وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، ويعتبر التجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي. هذا أعزائي كان الحظر الوارد في المادة 150 من قانون الزراعة، حيث كان ذلك الحظر مصحوبا بعقاب على ارتكاب هذه المخالفة، وهي تجريف الأرض الزراعية. وقد ورد في نص المادة 154 من قانون الزراعة العقاب على ارتكاب هذه الجريمة، حيث نصت على أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 50,000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن 6 أشهر، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك. ويعتبر مخالفا في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية، أو ينزل عنها بأي صفة أو يتدخل بصفة وسيطا في شيء من ذلك، ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام. وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بأي حال من الأحوال بوقف عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وفي هذا التصور أعزائي نجد أن جريمة المادة 150 تشابهت في كل أوصافها مع جريمة المادة 151 الخاصة بجريمة التبويق التي شرحناها في حلقة سابقة. ولكن الخلاف في مواد التجريف أنه بيصادر الآلات أو المعدات ويصادر الأتربة أيضا، الأتربة المجرفة من الأرض الزراعية والآلات والمعدات المستخدمة في تجريف الأرض الزراعية تصادر، ده حكم تبعي أو عقوبة تبعية. وكذلك بيعاقب السمسار أو أي شخص بيشتري أو يبيع أو ينقل أو يتعامل على هذه الأرض بيعاقب بعقوبة الشريك في هذه الجريمة. وعلى ذلك نحن نجد في نص المادة 154 على الجريمة المحظورة بالمادة 150 من القانون سالفة الذكر قد يعاقب على جريمة المادة 150 تجريف الأرض الزراعية، يعني المادة 154 بتعاقب على المادة 154 تعاقب على جريمة المادة 150 في تجريف الأرض الزراعية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 50,000 جنيه عن أي مساحة من الأرض سواء كان سهم أو إيراد أو فدان. يعني الفدان أو كسر الفدان بياخد نفس العقوبة. يعني المادة قالت الفدان أو أي جزء من الفدان، سهم إيراد فدان، المهم ان ناخد نفس العقوبة. الفدان زي البوصة. وقد صنفت المادة العقاب على المالك عن المستأجر، حيث كانت عقوبة المالك على جريمة تجريف الأرض الزراعية الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. وإذا كان مرتكب الجريمة المستأجر تكون العقوبة بخلاف العقوبة الأصلية، وجب الحكم أيضا بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم الأرض إلى مالكها لزراعتها وفق القانون. وفي حكم المادة يعتبر مرتكب لجريمة التبوير أيضا كل من له علاقة بالأتربة المجرفة بحيازتها سواء باعها، يعني بيعتبر مرتكب لجريمة التجريف كل من كانت له علاقة بالأتربة المجرفة بحيازتها سواء باعها أو اشتراها أو كان سمسار عليها في وقع بيعها أو أي إجراء من هذه الإجراءات، طالما ساهم في عملية تجريف فيعتبر مرتكب لهذه الجريمة، زي اللي صاحب الأرض اللي هو متهم الأول بتجريف. على أنه كلما تقررت الوقعة تقررت العقوبة، ويكون مصادرة الأتربة التي تم تجريفها من الأرض الزراعية ومصادرة أي من المعدات المستخدمة في التجريف أو النقل، وعلى أنه في كل الأحوال لا يجوز إيقاف عقوبة الغرامة. يعني ممكن يكون في عقوبة حبس والمحكمة إذا توفي عقوبة الحبس، ولكن بتأييد الحكم في عقوبة الغرامة ما تلغيش عقوبة الغرامة. وفي كل الأحوال زي ما قلنا في جريمة التبوير بيصدر قرار إداري موازي من وزارة الزراعة بإيقاف الأعمال التي تم ارتكابها في جريمة التجريف على الأرض الزراعية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها بإعادة الأتربة التي تم تجريف، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة جريمة التجريف للأرض الزراعية. يعني اللي جرف وشال الأتربة وعمل كل المشكلة دي بيصدر قرار غير الجنحة اللي بتحرر له عن الجريمة، بيصدر قرار إداري بإعادة الأتربة إلى الأرض مرة أخرى وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة مرتكب الجريمة. أعزائي، بذلك نجد أن قانون الزراعة ورد في نصوصه قوة الردع لجريمة تجريف الأرض الزراعية، إلا أن تفعيل نص القانون بعقاب مرتكب المخالفة سواء بالحبس أو الغرامة ورد الشيء لأصله على نفقته وإنهاء العلاقة الإيجارية إذا كانت الواقعة من المستأجر حسب ما سلف ذكره في ذلك، إلا أن الردع الفعلي هو تطبيق القانون سواء كان عن طريق حكم المحكمة
أو الطريق الموازي بالقرار الإداري من وزارة الزراعة حسب الأحوال، حتى يكون الردع حماية للرقعة الزراعية في البلاد، درع الأمن الغذائي للشعب، وحفاظا عليها من ظاهرة التصحر التي تكون مقدمة لارتكاب جريمة مخالفة من نوع آخر، يكون حديثنا عنها في حلقة قادمة إن شاء الله. أعزائي، بذلك نكون قد تناولنا كل تفاصيل واقعة تجريف الأرض الزراعية والمواجهة القانونية لهذه الجريمة.